ولا من أجل هذا أو ذاك، يثبت. وإن تزلزلت الجبال، وإن عصفت العواصف، فيثبت على الحق. ويقبلون أحكام العلماء من باب قبول خبر الثقة، ليس تقليدا. كذبوا فجروا أن قبول حكم العالم الخبير البصير بالمقالات الراسخ في معرفة أصول المنهج السلفي من باب التقليد، لا، من باب قبول خبر الثقة الذي أمر ربنا بقبوله، ومن باب أيضا التسليم لإمامته والتسليم لفقهه ومعرفته. ولذلك ذكر الشوكاني أن الإمام أحمد كان في زمنه إذا تكلم بالكلمة تبعه الناس، وإذا جرح رجلا فإن جرحه لا يكاد يندمل. انظر، إذا تكلم في رجل تبعه أهل الإسلام، هاجروه وتركوه، وهكذا إذا جرح رجلا فإن جرحه لا يكاد يندمل. مرة بعضهم على عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع وقد هجره الناس، فقال له: ما لك قد هجرك الناس؟ قال: نهى الناس عني عبد الله بن عون ابن أرطبان إمام أهل السنة في وقته فانتهوا. انظر ما تردد أهل السنة في اتباع علمائهم، إنهم يثقون بهم ويثقون بنقدهم ويثقون بإمامتهم، حتى أنه لما قام الحسين الكرابيسي الذي كانت له نوع مشاركة في علم الحديث والفقه وألف كتابا في التدليس، لما أن تكلم الإمام أحمد في حسين الكرابيسي، تكلم الكرابيسي في الإمام أحمد وطعن فيه، فمقته الناس. فلما بلغ يحيى بن معين أن الكرابيسي يتكلم في أحمد قال: لعنه الله، ما أحوجه إلى أن يضرب. يرتفع أحمد وينطلي الحسين الكرابيسي. انظر كيف كان يذب بعضهم على بعض ويعرف بعضهم أقدار بعض. أنت أيها الكرابيسي تطال إمام أهل السنة، أنت تنال من الإمام أحمد، مقته الناس وهجروه لأنه نال من إمام السنة. يغضبون لأهل السنة أئمة وعلماء، ولا يسمحون لأهل الأهوى أن ينالوا منهم شعرة أو قيد أنملة أبدا. ولذلك انظر لما تكلم الإمام أحمد حول الحارث المحاسبي في قصته، اسمع. قال علي بن أبي خالد رحمه الله: قلت لأحمد، يعني ابن حنبل، إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا، قال: وهو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه. يريد من الإمام أحمد ماذا يقول في هذا الرجل حارث القصير، يعني الحارث المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر وجهه، احمر لونه، وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به. وفعل، ليس يعرف ذلك إلا من خبره وعرفه. أرأيت؟ لا يعرفه إلا من خبره وعرفه. إذن من الفقه في باب الرد على المبتدعة وأهل الأهوى الخبرة بهم، وعظيم المعرفة بأساليبهم وطرقهم. وفي هذا الزمان نال العلامة ربيع ابن هادي المدخلي قصب السابق، فصار إماما في هذا الباب.
لا يدرك فيه شأوه سلم له أئمة هذا الزمان وأطبقوا على التسليم لإمامته. فمن قال لكم العلامة ربيع أنه حزبي فهو حزبي ستذكرون، فقط لا يكون للرجل أتباع، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد. هكذا قال شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي. يقول العلامة الألباني: حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمن هو الدكتور الربيع، ومن يتكلم فيه لا يتكلم بعلم، العلم معه. أرأيت أئمة علماء هذا العصر يسلمون لخبرته وإمامته، وأنه قد أدرك خبايا القوم وعرف مداخلهم ومخارجهم. الإمام أحمد يقول هنا: ليس يعرف ذلك إلا من خبره وعرفه. أويه أويه، ذاك لا يعرفه إلا من خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازيني ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. ثم قال الإمام أحمد: لا يغرك خشوعه ولينه، لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره.